الرياضة أعشقها والله حبيبتي حبيبتي. وين زرت الأيام ذي؟ زرت أماكن الأيام هذا؟ زرتي وين رحت؟ كمجمعات ما أعرف أسمائها الصدق. تبي الصدق؟ أنا زيك أنا بهالرياضة ترى تركي أنا من الأشياء المعروضة المذكورة. شوف رحنا مجمع مفتوح يا سلام، لنا مجمع وشو مغلق أبشر بالعرض. أمس تقهوينا مجمع مطل على المالية، مطل على مدينة الملك عبد الله المالية الكوفي. ايش يقول أبشر بالعرض؟ ولكن تتوقع عندي أنا مجمع هذا في كذا عرفت مرة كبير تبارك الله، في براندات في دنيا تقهوى. بس أنا أقول لك أسماء ما أحفظ، عاتبك على اللي يحفظ اسم. اسم الكوفي اللي جينا ما أدري، أنا أخذت سبانش لاتيه بس هذا العادي. بس والله سبانش هي الصورة اللي نزلتها في نزلها في حياتي. إيه شفتها في تويتر. والله الأبهر معجبني، الأبهر الأبهر حاسني. تبي تطق الأبهر يعني؟ حاسني أنا أقدر أطقه بس ما أصلح الحين. ليه؟ شلون تعرف؟ تعرف الطقه؟ طق النفسي بالله؟ بس للناس ما أعرف. ممتاز خلاص قم طقه وتعال. لا نطقك. إذا ما طقيت أطق أنا. أبي لي زاوية بس. مو بزاوية، اطلع اطلع. إيه بروح. بس انتبه مو اي تاكل ولا داعي يدق على اسعاف لا لا كذا بس تعودت ايه شو خل جنبك جدار ولا شيء يسند ايه زاويه زاويه وانتبه يكون جدار جدار مو جدار يعني عشان لا يطيح ما شاء الله عليه ما ودي يا وادعك وانت تعرف شفي ما ودي يا قولتك فلا تخليني ولا عادي توجعني بصدك ولا تكفي وانا من العام فيني ما يكفيني. الله 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 لسانك. كمل 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 بس لا تكفى. هذا والله اللي حافظه يعني ما توني ها توني اشتغلت يا ربي طول عمرك. ما شاء الله تبارك الله. الله يا رب الله يزيدك. الله يزيدك الله من فضله يا تروك. هي وين شايلها يا تركي؟ اعرف هذي هربك لبيت حاج وين شايلها هذي؟ هذه حقتها بالرفده وولده. هذه سواياك وانت تقول هذه لا ما هي لا هذيك حقه العذب. ايه هذه اللي ان شاء الله ما كتاه طول العمر وهو داخل ابوه من وراه عرفت وهو صادق صادق يغني ويكمل مع ابوه لك حطاني هو الله ايه شو اسمه بالرفده بالرفده صادق وصوته ما شاء الله تبارك الله وصوت ولده بعد ايه عز الله عز الله واصواتهم جرعه خشونيه. انت من وين؟ من الجنوب؟ طال عمرك غامدي او نعم ادري ما عليك من وين؟ من هالعقيق من منطقه الباحه. الباحة هو ما شاء الله تروني وجاء ترى ما قصر شغال تسويق الباحة حببني فيها انا ما قاعد اعرف الباحة انا احبها والله يا مالطة سلام احبها. يقول كديت عمر يقول وما حب الديار شغف قلبي يا مالطة لكن ولكن حب من سكن الديار من سكن الديار الله دياره كسرتها ما يصير بيزع مني عنك ولكن حب من سكن الديار اي والله من حب من سكن الديار الله يرفع قدرك ومن حب الا للحبيب الاول جعل ربي الله يسعدكم ونسمعكم كل علم غانم الله يطول عمرك. لماذا سميت الباحة؟ الباحة يا طول العمر لأنها عروس المصايف. لماذا سميت الباحة؟ ما معنى الباحة؟ الباحة يا طول العمر أنك تبيع فيها سدك. إن الله لا يبيح لنا سدك. قيل من المساحات الخضراء المفتوحة. نعم. أنا ما جيتها لكن يطلق كاسم باحة وتطلق على المكان المفتوح مثل هذا باحة يسمى. باحة من المستوحى من الاسم نعم. من المنطقة المفتوحة. نعم. المفتوح. وكذلك انشراح صدور أهلها. الله يطول عمرك ورحابتهم الله يرفع قدرك عسى الله يوفقهم ومرحبا يسعدهم ويغنيهم بكل غالي وكل طيب وكل اسوك راس الله يسعدكم يا حبيبي وانتم ان شاء الله كلكم مطاليق ونفتخر بمجيئ اللي مدعو الله يسعدك فخر لنا الله يرضى عنك وما شالتكم الارض تشيلكم صدورنا والله نعم والله نعم ومرحبا والله ما شاء الله لا ما له عدد والله نعم الله يرضى بالله يطرك ان شاء الله دخلنا برنامج وطلعنا لازم نزور والله مرحبا الباح شغال تسويق تركي والله اسمع بس شيء ما شاء الله من اول يوم عفا عليك بس والله في جميع ما تبون في عندنا اكل الاكلات الشعبيه ابيها بس ما ابي لا تطبخ ولا تطبخ وش عندكم صدق بحكم ان هذا مجالي احب الاكل يعني بس الاكل الاكلات الشعبيه طال عمرك عندنا اعطوا الاكل لا يطلب اكثر شوف عندنا طال عمرك العريكه عندنا طال عمرك الدغبيس هذه جديده احس تصلح لها هذه جديده اكلها الغامض هذه الدغبيس هذه طول العمر اللي هي البر مع اللحم والمرق يا سلام وزي قريبه من المرقوق وفي عندك يا طول العمر عندنا العيش
العيش مو بالخبز. لا العيش طول العمر رز زي شو اسمه قريبة من التلبينة النبوية. الله قريبة منها. اسمها عيش. اسمها العيش. هل فيها رز ولا شيء ولا بس لا اسمها؟ لا بس عيش. الله كيف الله. الأمور؟ الأمور زينة. هذا العسل مع السمن والعسل. ها دخل نادي. شو اسمه والعيش هذا زي المشغوثة عندكم. حلو عرفت؟ وش بعد وش بعد يا طول العمر؟ وفيه عندك الجريش كذلك. هذا معروف عندنا. ما يحتاج. عندك القرص والسمن والعسل. ايوه هذه أيوة موجودة يضرب. عندنا. عاد اهل الجنوب. هذه المرقوق لا هذه المرقوق توقع اكلها من اكلات اهل نجد. صحيح. ما خاب ظني. القصيم اغلب. اي هذه هذه اكلات اهل نجد. لكن هو يسال وش الاكلات اللي موجوده عندكم أيوة. اهل الباحه فعلمته قلت الدغبيس العريكه العيش الفته. الفتة يا طول العمر برضو قريبة من ال فتة أعرفها لبنان ذي. لا الفتة يا طول العمر ما هي بحقة لبنان. الفتة يا طول العمر عندنا وش هي اللي هي شو اسمه القرص يا طول العمر يقطعونها صغار ويحطون معه السمن والعسل. يحبكم السمن والعسل الجنوب ما شاء الله كل أكلات يحطون على يدك عسل وانت تاكل. هذا من كرم ما شاء الله. والله اللي يصب السمن عليه مناكم. لا لا بس أنا ما أحب كذا. انت ما تحب لكن هو غصب. لا 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 مو بصراحه اللي فعله طيب يستاهل. لا 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 سامي صار ابو عمر فيجيتيريان ترى ما ياكل الا خضار بس ترى اكيد لا ما يصب سمن على يدي. لا اللي فعله طيب يا طول العمر ما بقوم اغسل قبل السمن على يمنا. اسمحوا لي يا رجال بغسل وجهكم. من ما تقول انت بتغسل ايه مع الباب مع الباب صح هذه بقول لك هذه مع الباب زي ما تقول واحد مو كذا ولا زي كذا واتوقع انها عندكم انتم عندنا هي هذا اللي وش هي يقول هل هو سلم العسل يصب على اليمنى عسل مو بالعسل السمن السمن هذا حتى عندنا احنا قطن اي هذا هو حاط هذا ما احتاج على حسب على حسب ما شايل همك كان كان فعلك يا طول العمر يجمل اي هل خلوه حار لا 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 ما يجمل لا لا اسع اسع بحطين السمن بيقولوا مع الباب لا حد يعزم مره ثانيه تركي خويك صح معه لا لا هذه والله النكبه اجل بدون سمن خلوها بدون سمن يا ليت والله خلوها بدون سمن ابو عمر جيبوا لنا نروح لنا مطل مطل ناخذ اكلات شعبيه هذه حالاتها مقلطني على مفطح ما ادري ربيع النفس هواها والدنيا يا طول عمر بيض الله وجهك بيض الله وجهك عرفت كلنا على شفه وكرام الضيف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا اهلا بالجميل والانيق ترى اذا جاني كلام حلو اهلا بمحكم الحرف الله يسلمك